بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآية التي ابتدأ بها القارئ قراءته أيها الإخوة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، هذه آية تبين عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، وهي تأتي في سياق آيات العدة التي تقدمت، عدة المطلقات. فهذه عدة المرأة التي توفي عنها زوجها، وهي تشمل المرأة التي تحيض، والمرأة التي انقطع حيضها، والمرأة الصغيرة. كل هؤلاء يعتددن بأربعة أشهر وعشرة أيام. والمقصود بالأشهر هنا الأشهر القمرية، الأشهر القمرية المعروفة. فالله سبحانه وتعالى بيّن عدة المرأة التي يتوفى زوجها هنا، ولم يبقى إلا المرأة الحامل، المرأة التي يتوفى زوجها وهي حامل منه، فإن عدتها وضع الحمل، كما قال تبارك وتعالى في سورة الطلاق: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يعني في كل أحوالهن، في عدة الطلاق وفي عدة الوفاة، المرأة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل حتى ولو كان أياما يسيرة بعد الوفاة، فإنها تنقضي بذلك، فإن هذا يدل على انقضاء عدتها. نعم، الله سبحانه وتعالى ذكر هذه العدة في كتابه الكريم هنا، وهي الأمر المستقر الذي ثبتت عليه الشريعة وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ولم يغير هذا الحكم، عدة المتوفى عنها زوجها. وقد كان الأمر في الجاهلية أن المرأة إذا توفي زوجها تعتد بحول كامل، سنة تامة، وليس هذا فحسب، بل كانت تعتزل الزينة وتوضع في مكان قذر موحش مظلم، وتظل فيه لا تغتسل ولا تتطيب ولا تتزين، تظل فيه حتى تنقضي العدة بمضي السنة. فجاءت هذه الشريعة المطهرة وبينت ما هو الحق الذي يريده الله تبارك وتعالى من عباده المؤمنين، وبين أن العدة أربعة أشهر وعشرة لمن لم تكن حاملة. بعض العلماء بحثوا في الحكمة من هذه العدة، لماذا كانت عدة المرأة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة؟ قالوا لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة
مثل ذلك ثم تنفخ فيه الروح. فهذه الأربعينات الثلاث 120 يوما وهي 4 أشهر. وأما الأيام 10 فهي المدة التي تنفخ فيها الروح. هكذا قرر عدد من العلماء أن الحكمة من ذلك هي مراعاة خلو رحم المرأة من الحمل ألا تكون حاملا. بعض الدراسات المعاصرة الحديثة تقول إن هذا التوقيت إذا مضى والمرأة في العدة فإن هذا يكفي لأن تنسى المرأة علاقتها السابقة بزوجها المتوفى عنها، وأن يزول من رحمها ما كان ثابتا فيه من علاقة بينها وبين زوجها الأول. وعلى كل حال فالمعول عليه عندنا ما هو؟ المعول عليه عندنا هو شرع الله، فالله سبحانه وتعالى أمر بأن تكون العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها 14، فنحن نكتفي بهذا ويلزمنا العمل به، وهذا فيه رحمة وفضل من الله تبارك وتعالى عندما نسخ ما كان معهودا في الجاهلية وما كان عليه الحال في بداية الإسلام من أن المرأة تعتد بحول كامل، فالله سبحانه وتعالى خفف عن هذه الأمة مصداقا لقوله تبارك وتعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وكما قال تبارك وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. يعني إذا أكملت المرأة هذه العدة 14، فلا حرج بعد ذلك أن تتفرغ لنفسها، أن تتزين، أن تتطيب، وأن تتعرض للخطاب إذا كانت ترغب في الزواج. أما مدة العدة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها فإنه يجب عليها الإحداد، يعني مع الاعتداد مع المكوث هذه المدة يجب عليها الإحداد. والإحداد ما هو؟ أن تترك المرأة الزينة الظاهرة والطيبة والكحل، تترك هذا في مدة العدة. وهذا فيه حكم كثيرة، منها أولا الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى، لأن هذا هو الذي ألزمنا به. والأمر الثاني هو الوفاء لهذا الزوج الذي توفي، حتى لا تظهر كأنها لا تأبه بفقدانه ولا بموته، أن تنتظر وأن تصبر. وهذا من الحقوق، الرعاية بين المسلمين من أوجب الواجبات، فكيف إذا كانت بين الزوجين وبينهما الأولاد وبينهما العشرة وبينهما الاجتماع بكلمة الله تبارك وتعالى؟ فإنه ينبغي أن ترعى المرأة هذا الأمر وأن تمكث العدة محتدة، يعني أن تبتعد عن الزينة الظاهرة وعن الطيب والكحل. ربما يفهم بعض الناس من هذا الأمر التشديد والتضييق، لا، المرأة أثناء العدة تستطيع أن تخرج لزيارة أقاربها، لزيارة مريض، ولكنها تعود وتبيت في بيتها، في البيت الذي بيت الزوجية. وكذلك بالنسبة للتنظف فإنه لا حرج عليها أن تلبس ثيابا نظيفة وأن تغتسل، لكن تجتنب الطيب وتجتنب الثياب التي فيها زينة ظاهرة وبهرجة، تجتنب هذا. وهذا كله كما قلنا التزام بحكم الله تبارك وتعالى
ورعاية لحق الزوج المتوفى. قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. يعني أثناء العدة، أثناء الأشهر الأربعة هذه والأيام العشرة، لا حرج على الإنسان الذي يرغب في نكاح هذه المرأة المعتدة التي توفي عنها زوجها، لا حرج عليه أن يحرك ذلك في نفسه وأن يبدي الرغبة لمن هم حولها بأنه يرغب في امرأة مثلها، أو أن وأن يكلم الولي ويقول إذا انتهت عدتها فلا تسبقوني، أن يكلم الولي. لكن المرأة لا تكلم في ذلك، لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، لكن التلميح بأن يقول إنني راغب في الزواج وأحتاج إلى امرأة، أو أن يقول لوليها، أن يشعر وليها بذلك من غير أن يتقدم بالخطبة صراحة. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. أي نساء؟ النساء المعتدات اللواتي تقدم ذكرهن. لا يجوز أن يصرح بالخطبة ولكنه يلمح ويشير إلى من حولها، إلى وليها بهذا الأمر. علم الله أنكم ستذكرونهن في نفوسكم. يجول في نفسك أيها الخاطب أنك ترغب في نكاحها، فلا حرج في ذلك. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا، لا تبلغوهن برغبتكم في الزواج بهن بعد انقضاء العدة، ولو كان هذا بالإسرار بينكم، إلا أن تقولوا قولا معروفا. القول المعروف ما هو؟ التلميح والإشارة إلى الولي أو إلى من حول المرأة حتى ولو بلغ ذلك المرأة. قال: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجل. يعني لا يجوز أن يعقد على المرأة أثناء العدة، هذا نكاح باطل لا يجوز، ولو وقع فإنه يجب على ولي الأمر التفريق بينهما، لا بد من الانتظار إلى نهاية العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح، يعني لا تصرحوا به ولا توقعوه حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنقضي العدة بكمالها. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفوسكم من الخير، ويعلم ما في نفوسكم من الرغبة، ولذلك ما لا حرج عليكم، لكن بالطريق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، أن يكون ذلك بالتلميح إلى وليها أو إلى من حولها من غير تصريح، واعلموا أن الله غفور حليم. يعني إذا جال شيء في أنفسكم أو تكلمتم بكلمة لم تستطيعوا كتمانها عند أحد، فإن الله استغفروا الله منها، والله سبحانه وتعالى غفور حليم. ثم بعد ذلك قال الله تبارك وتعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. هذا عود لمسألة الطلاق التي تقدمت معنا. لا جناح عليكم، قال إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. يعني المرأة التي يعقد عليها الرجل إما أن لا يدخل بها ولا يسمي لها مهرا، مجرد عقد، وقع العقد وهذا عقد صحيح إذا وقع بشروطه، ولي وشاهدي عدل، ولكن لم يسمى المهر ولم يدخل بها، ما دخل بها الزوج، ثم طلقت، هذه المرأة ليس عليها عدة، وليس لها مهر. لكن إذا
طلقت وقد اتفق على المهر، يعني اتفق على أن المهر ألف، أن المهر ألف أو أكثر أو أقل، ثم طلقت قبل الدخول، فإن لها نصف المهر، تستحق قضاء نصف المهر، هذا حقها، لو طالبت به تأخذه، لها نصف المهر. ها؟ قال وعلى هذا بالنسبة للمرأة التي طلقت وقد سمي لها مهر قبل الدخول، الأولى لم يسمى لها مهر ولم يدخل بها فلا مهر لها، لكن ينبغي أن تكون لها متعة، المتعة إكرام، هدية يهديها الزوج لها، وهذه العلماء تكلموا فيها في مقدارها، وربما يكون الأمر مما يختلف فيه بحسب الأحوال وبحسب الأعراف، المهم أن يكون لها شيء تكريما لخاطرها، جبرا لنفسها أن تعطى هدية، تعطى هدية. لكن إذا سمي المهر لها وطلقت قبل الدخول فإن لها نصف المهر، نصف ما فرضتم، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذه مسألة من مكارم الأخلاق، إلا أن يعفون، يعني إلا أن تعفو المرأة عن النصف، أن تعفو المرأة عن النصف، تقول أنا تنازلت ما دام أنه طلقني قبل الدخول فلا أريد منه شيئا، تتنازل عن النصف، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. من هو الذي بيده عقدة النكاح؟ هذه للعلماء فيها آراء، لكن الرأي الراجح الأظهر أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، هو الزوج، لأنه هو الذي يملك أن يحل هذه العقدة بالطلاق. قال إلا أن يعفون، يعني أن تتنازل المرأة عن حقها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، يعني أن يتنازل الزوج عن النصف الذي يستحقه فيترك لها المهر كاملا، وهذا من مكارم الأخلاق. قال إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب هذا أمر محتمل، لكن ما هو المفضل في نظر الشرع؟ المفضل في نظر الشرع العفو، سواء أكان ذلك من المرأة أو كان ذلك من الزوج. قال وأن تعفو أقرب للتقوى، ليس المقصود هنا العفو عن الجرائم أو العفو عن حقوق الأخرى، لا، المقصود العفو هنا في شأن المهر للمرأة التي طلقت وقد سمي لها مهر قبل أن يدخل بها، وأن تعفو أقرب للتقوى. قال ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حتى وإن وقع الطلاق فإنه ينبغي أن ترعى الحقوق، ألا يتصرف في هذه الأحوال بما يدعو إلى العداوة أو إلى إغار الصدور. لا تنسوا أنه كانت بينكم علاقة وكان بينكم اتصال، وأن الرجل قد تقدم إلى هذه المرأة وقبل وتم العقد واتفق على تسمية المهر، فلا تنسوا الفضل بينكم، وهذه قاعدة يمكن أن تكون في كل الأحوال وفي كل التصرفات بين الناس الذين يجتمعون على أمورهم. لا تنسوا الفضل بينكم، جيران كانوا مع بعضهم سنين طوالا، ثم بعد ذلك انتقل بعضهم أو حصلت مشكلة بين الجار وجاره، فلا ينبغي أن يتجاوز أحدهما في أمره، لا ينبغي أن ينسى سابق العشرة وسابق العهد. لا تنسوا الفضل بينكم، ما كان بينكم من العشرة، من الود، من الأخوة، من الجيرة، لا تنسوا الفضل بينكم، حتى ولو كان ذلك في صحبة سفر أو في غيرها، ما دام أن بين الناس علاقة حميمة في وقت من الأوقات، لا ينبغي بحال من الأحوال وليس من مكارم الأخلاق أن ينسى هذا الفضل حتى ولو حصل ما يشوبه بعد ذلك. وتذكر ذلك سبيل إلى
تهدئة الخواطر وإلى إطفاء نار الخصومة. ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. يعني الإنسان الذي يعمل ذلك ويحافظ عليه ابتغاء رضوان الله فهذا تحت نظر الله سبحانه وتعالى ولن يضيعه الله تبارك وتعالى. ثم جاءت بعد ذلك آية فيها تذكير بالصلاة. وقد يقول قائل ما الحكمة في إيراد آية تذكر بالصلاة مع أن الصلاة قد تقدم أمرها؟ ما الحكمة أن ترد الآية التي تذكر بالصلاة بين آيات الطلاق، بين آيات الطلاق والعدة؟ الحكمة من ذلك كما قال بعض العلماء بيان أن هذه الشريعة متصلة، متصلة ببعضها. وقد تقدم الأمر بالصلاة فهذا من باب التذكير به، فلا ينبغي أن ينسى أمر الصلاة لأن الصلاة هي أساس الدين بعد الشهادتين، فلا ينبغي أن ينسى أمر الصلاة، فالتذكير بها دائما. والله سبحانه وتعالى يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال حافظوا على الصلوات، كل الصلوات الخمس، والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هذه هي صلاة من الصلوات، ولكن كما يقول العلماء ذكر الخاص، الأمر الخاص بعد العام دليل على مزيد عناية واهتمام. الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات، حافظوا على الصلوات، لكنه اختصها بقوله والصلاة الوسطى، يعني الصلاة الوسطى لها مزيد أهمية ومزيد عناية. ما هذه الصلاة الوسطى؟ ورد فيها آراء واجتهادات كثيرة للعلماء، ولكن الأرجح أنها صلاة العصر، صلاة العصر، لأنها تقع بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. صلاة ما هما صلوات النهار؟ ما هما؟ صلاة الفجر وصلاة الظهر، وصلوات الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء، فهي متوسطة بينهما، بين صلاتي النهار وصلاتي الليل. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن هذا الوقت العصر من الأوقات الفاضلة، الأوقات التي ينبغي الاعتناء بها، فعل الخير فيها له منزلة عند الله، وفعل المعصية فيها له إثم كبير. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث في الأمور التي نفر منها وحذر عنها، قال ورجل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من هم؟ قال أشيمط زان، رجل كبير السن ولكنه والعياذ بالله من المبتلين بالزنا. قال ورجل أقام سلعته بعد العصر، بعد العصر، انتبهوا لهذا، فحلف بالله الذي لا إله غيره لقد أعطيت فيها أكثر وهو كاذب. هذا الوقت له أهمية عظيمة. ثم الدليل الأقوى في أن صلاة الصلاة الوسطى هي صلاة العصر ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، في غزوة الأحزاب كان النبي عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه يواجهون المشركين وهؤلاء الغزاة الأحزاب، فاشتغل المسلمون بمقابلتهم والتنبه لأمرهم عن صلاة العصر، فلم يصلوها إلا بعد المغرب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملأ الله عليهم قلوبهم وبيوتهم نارا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، فهذا دليل يؤكد أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. حافظوا على الصلوات
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا أمر يجب أن يراعى في كل الصلوات. القنوت هو الخشوع. قوموا لله قانتين، يعني إذا استقبلتم صلاتكم فليكن استقبالكم لها بالخشوع والخضوع والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. هذا الأمر متعلق بالصلاة، وهذا من أقوى الأدلة على أن أمر الصلاة لا يتسامح فيه ولا يتهاون في شأنه ولا تسقط عن الإنسان المسلم. الصلاة إذا كان الإنسان المسلم مكلفا لا تسقط عنه إلا بالموت أو بالإغماء. إذا غاب الإنسان المسلم عن وعيه فلم يستفق فلا يؤاخذ، أو كان نائما. لكن في كل الأحوال الأخرى الصلاة لا تسقط عنه. الصلاة معروفة أركانها وسننها وشروطها وطريقة أدائها كما علمنا ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فأوقاتها معلومة، وركعاتها معلومة، وأركانها وواجباتها وكل ما فيها معلوم بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في الأحوال المعتادة. لكن إذا كان المسلمون في خوف، يعني في قتال، في معركة، كيف يصلون؟ إذا أمكن لهم أن يصلوا جماعة فهذا هو المطلوب، وإذا لم يتمكنوا فليصلي كل على حاله. فإن خفتم، يعني كنتم في الخوف في المعركة، فرجالا أو ركبانا، يستطيع أن يصلي وهو راكب، يستطيع أن يصلي وهو راجل يمشي، ها؟ هذا حتى لا تفوت الصلاة عن وقتها، ها؟ وجاء في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، إلى أن يصل المرء إلى الإيماء، أن يومئ بعينيه ما دام عقله موجودا، فلا بد له من أداء الصلاة، لا تسقط عنه الصلاة. وهذا فيه تنبيه وتذكير للمؤمنين ألا يتهاونوا في شأن الصلاة. إذا كانت الصلاة في هذه الأحوال الصعبة، في حال المعركة، في حال الخوف والقتال، أو في حال المرض الشديد الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يقوم ولا أن يصلي جالسا ولا أن يصلي على جنبه، إنما يومئ بعينيه إيماء، لا تسقط عنه الصلاة. فما بالك بالقادر، ما بالك بالعاقل، ما بالك بالصحيح الذي ليس له عذر. هذا إن ترك الصلاة فإثمه عظيم عند الله تبارك وتعالى. قال: فإذا أمنتم، يعني زال الخوف، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعد هذا إذا زال الخوف لا عذر لكم، أدوا الصلاة وأدوا الواجبات التي ألزمكم الله بها على وجهها تامة كاملة. قال: عاد الآن إلى آيات العدة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. هذا إشارة إلى العهد السابق في بداية الإسلام، كانت العدة حولا كاملا للمتوفى عنها زوجها، فالله سبحانه وتعالى نسخ ذلك، رفعه عن عباده المؤمنين رحمة بهم، وأوجب العدة بأربعة أشهر وعشرة كما تقدم معنا، وهذا ناسخ للاعتداد بالحول. قد يقول قائل: إذن فلماذا بقيت هذه الآية وهي منسوخة؟ هذه الآية ألغي حكمها الاعتداد بالحول، لماذا بقيت وقد ألغي حكمها؟ هذا دليل على ما أراده الله سبحانه وتعالى من إثبات النسخ
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ هذه واحدة. والأمر الثاني لبيان فضل الله على عباده ورحمته بهم. إذا تذكر الإنسان المسلم أن العدة كانت حولا كاملا للمرأة المتوفى عنها زوجها، ثم رأى ما أحكمه الله تبارك وتعالى مما أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام بأن جعل الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة، فإنه يمتلئ قلبه إيمانا ويقينا بحكمة الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده وإرادته الخير بهم. فبقاؤها هنا هي نسخ حكمها، ولكن بقيت تلاوتها. ومعنى بقاء التلاوة أنه يصح التعبد بها وتصح الصلاة بها، يعني لو أن إنسانا قرأ بها فقراءته صحيحة في صلاته، وهي ثابتة في كتاب الله الكريم، لا يجوز لأحد أن يغير فيها. قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. هذا هو الأمر الذي استقر عليه الشرع، والله عزيز حكيم. قال: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. هذه الآية تشمل جميع المطلقات، المطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها مهر، والمطلقة بعد الدخول التي المطلقة قبل الدخول التي فرض لها المهر، والمطلقة التي دخل بها، سواء أكانت ممن تحيض أو كانت من ذوات الأقراء، من كانت ممن لا تحيض يعني تعتد، التي تعتد بالأشهر، أو كانت صغيرة، يعني إما أن تكون كبيرة أو تكون صغيرة لا تحيض، هذه تعتد بالأشهر. وكذلك المرأة الحامل، هؤلاء كلهم إذا طلقوا لهم المتعة، لهم حق المتعة في الشرع. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، كل هؤلاء، كل هذه الأنواع من المطلقات تستحق المرأة المطلقة المتعة بالمعروف على حسب حال المطلق. الناس لا يستوون، فيهم الغني وفيهم الفقير وفيهم القادر وفيهم غيره، هؤلاء المتوسط كل بحسبه، لكن هذا الأمر ربطه الله سبحانه وتعالى بالتقوى. حقا يعني أمر ثابت على المتقين، يعني من يتقي الله ويخشاه فإنه ينبغي له ألا ينسى هذا الأمر وألا يغفله، وكثير ما يتناسى هذا الأمر، خصوصا إذا وقع الطلاق نتيجة خصام أو نحو ذلك، فإن كثيرا من الناس لا يأبهون بهذا وتطلق المرأة وتفارق، لكن هي لها حق المتعة على من يتقي الله سبحانه وتعالى. قال: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. ما هذه الآيات التي يبينها الله سبحانه وتعالى؟ كل ما تقدم في شأن النكاح، في شأن الطلاق، وكل هذه الأنواع التي مرت معنا، ووجوب المتعة، وكذلك مسألة نكاح المعتدة، وأنه لا يجوز نكاحها ولا خطبتها أثناء العدة، وإنما ينتظر حتى تنتهي. كل هذا من أحكام الله وآياته البينات التي أنزلها في كتابه الكريم، وعلى المؤمنين الالتزام بها لعلهم يرشدون، لعلهم أن يهتدوا إلى صوابهم. هذا هو شأن من يعقل، شأن من يعلم أنه قادم على الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، ولا بد أن يحاسبه على عمله، فلذلك لا بد أن يعتني بهذه الأمور كلها. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا.